إلى أي مدى يمكن القول بأنه مفاوضات إسطنبول قد فشلت، أم أنه الانسحاب من محور كييف أمر ربما متفق عليه في إسطنبول بشكل غير معلن؟ ما الذي يجري حاليا؟ أنا لا أعتقد أن المفاوضات في إسطنبول فشلت بشكل نهائي، لكنها هي مفاوضات كسولة. كما قلت لك، الورقة الرئيسية هي الآن هي الضغط على تثبيت حياد أوكرانيا، خاصة وأن هذه المفاوضات تجري على أرض تركيا وهي بلد عضو في حلف الناتو، وهناك إقرارات من الناتو ومن الجانب التركي أكدها وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو بعدم واقعية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهذا ما أقره أيضا الرئيس الأوكراني. إذا هذه هي النقطة الوحيدة التي من بس واضح أنه ما في إطلاق نار. يعني بوتين يتحدث أنه من المبكر الحديث عن وقف إطلاق النار، والآن وزير الخارجية التركي اليوم يتحدث أنه بعد أسبوعين ممكن يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني، يعني والحرب شغالة والضرب شغال والقصف شغال. بعد أسبوعين سوف يحصل هذا اللقاء، هو أعتقد أنه مجرد كلام ومجرد مماطلة ومجرد استغلال واستثمار الوقت حتى تعزز روسيا إمكانياتها العسكرية أكثر وأكثر في أوكرانيا. والقصف الذي تعرضت له كييف مقدمة لتدمير المدينة مثلاً؟ يعني انا لا لا يعني لا استطيع ان انكر هذا واقول لك ان روسيا لا تريد تدمير كييف او لا تريد تطويق كييف او انها تريد الانسحاب باقصى سرعه. لا، ما يجري الان الواقع يفرض نفسه ويقول ان روسيا ماضيه في عملياتها العسكريه، واكيد انها سوف تستغل الوقت وتستغل الامكانيات العسكريه وتستغل كل شيء، حتى هذه المفاوضات الكسوله كما وصفتها لك، حتى تحقق اكبر تقدم عسكري واكبر يعني اكبر انجازات لها. لن تتوانى عن ذلك كما اعتقد وكما يعتقد الجميع هنا. لكن السلوك الروسي الان واضحا.